احنا في هذا اللقاء مع السيد رئيس الحكومه على اثر هذا الاشكال اللي مطروح ديال الاسعار بصفه عامه وال والوفرة ال ال ديال الانتاج واليوم كان واحد النقاش صراحه جد صريح مع 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 جميع المتدخلين وكان صدر وزراء لا ديال الماليه لا ديال الفلاحه والمدراء المركزيين ذكرنا على الاشكاليه اللي اللي مطروحه اليوم وعلى الاسعار بصفه عامه وعلى الانخراط ديال ديال المنتجين لحل هذه الاشكاليه والتضامن ديالهم في هذه الظرفيه هذه حطرحوا الاشكالات ديالهم لا ديال هذا الارتفاع ديال الاسعار اللي راجع لاشكاليات ديال الجيوبوليتيك ديال هذه الحروب ديال ما بعد كورونا ديال ديال ديال, ديال بزاف ديال الاسباب وهضروا على الاشكالات كذلك ديال الجفاف اللي كاينه والانقطاع ديال بزاف ديال البيريمتر ديال ديال الماء هضروا على هضروا على بزاف ديال الامور السيد الرئيس جاوب والسيد الوزراء جاوبوا هضرنا على 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 هذه الاشكاليه ديال الماء ودوتر بيريمتر اللي غادي تحلو يعني احواض جديده بحال الداخله بحال الحوض ديال تيزنيت اللي اللي غادي امكانيات كبيره وخاصه ديال الماء يعني باش تكون واحد الوفره في, في الاراضي اللي تقدر تحل هذه الاشكالات لان الاشكال اليوم ما اشكال زعما ظرفي يعني كنشوفوا بان هاد الامور هاد التقلبات المناخيه وهاد الارتفاع ديال الاسعار هاد الشيء كيبان بانه غادي يولي هيكلي وكذلك رمضان كي كي غادي وكيجي وكي لا بيريو ديال ليفير وبما ان المنطقه ديال ديال شتوك ديال, ديال ديال سوس ماسا وديال شتوكا هي المنتج الوحيد في هاد المواد وفي فيها الظرفيه هذه ديال ديال من, من ديسمبر حتى حتى لشهر ربعه كنحاولوا اننا نلقاو الحلول ماشي غير هذه السنه وان تمل السنه الجايه باش ان شاء الله يكون ذاك التوازن ما بين العرض والطلب وكذلك ما بين الاكسبور والسوق الداخلي لان بدون صادرات راه ما يمكنش نسميتو المدخلات كان عندها واحد التاثير كبير على الاثمنه وبالتالي احنا كنحاولوا اننا نوصلوا الصوت ديالنا كفلاحه وكمنتجين باش الناس تعرف بان الاثمنه اللي كانت زمان ما بقاش غادي غادي تكون خصنا نحاولوا ندبروا دي ميكانيزم نشوف نشوفوا كيفاش غادي نديروا باش يكون واحد الثمن معقول معقول السوق الداخلي وكذلك نوفروا الالتزامات ديالنا ونحافظوا على الالتزامات ديالنا والمكانه ديال المغرب في الاسواق الخارجيه لان هذا الشيء اللي, اللي كنهضروا عليه اليوم هو راه راه صار له واحد 40 50 عام ديال 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 الخدمه وديال الانتاج